مهجور الأوحال أصعد في السماء. النيفروبلاتوما زي ما احنا عارفين ده عباره عن امبريونيك تيومر اوف ذا موست كومن مالجننت امبريونيك تيومر ان تشيلدرن اللي هو النيفروبلاستوما من السرطانات المشهوره جدا اللي بتيجي للاطفال الصغيرين. وعرفنا ان امبريونيك تيومر دوت يبقى هو الاورجن بتاعه عباره عن بلاستيمال سيلز خلايا بلاستيميه اوليه. الخلايا ديت موجوده في جسم الطفل الصغير بتبدا الخلايا دي تتجنن وتعمل سرطان ملهاش سبيسيفيك فيتشر ملهاش سبيسيفيك ستراكشر انما الخلايا ديت معروف انها خلايا دايما صغيره سمول بلو سيلز سمول بلو سيلز. يبقى دايما يا جماعه النيفروبلاستوما بنشوف في شريحه الكدني سمول بلو سيلز زي ما احنا شايفين هنا خلايا زرقاء صغيره جدا 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 ما هياش نقط يا جماعه ما هياش راوند مش شرط تلاقيها منقطه نقط زي الليمفوسايت عشان ما تتلخبطش وتروح في شريحه الكرونيك جلوميرولونيفرايتس والليمفوسايتس يا حبيبي اللي كانت موجوده هناك فاكرها تقول لي عليها ان ديت خلايا مالجنت بلاستيمال سيلز. لا لا اوعى من الغلطه دي احذر. البلاستيمال سيلز ما بتبقاش راوندد ممكن تبقى سبيندل سيلز الريجولر ممكن تعمل لك ستراكشرز ممكن تحاول انها تعمل تيوبيولز في الكدني بيسموها ابورتيف تيوبيولز او في ابورتيف جلوميرولاي تبدا تعمل زي اسينر ستراكشرز كده او تتجمع في كوردز خلاص في خيوط في كتل عواميد تبقى سكاترد لوحدها تتجمع في الريجولر ستراكشرز تعمل حاجه كتل ملخبطه على بعضها شخبطه. المهم ان انت عندك النيفروبلاستوما القاعده ان هي عباره عن سمول بلو سيلز مالجننت طبعا سمول بلو سيلز. نتحرك في شريحه كدني كده مع بعض نشوف شريحه من الشرايح اللي عندنا. هنا طبعا زي ما انت شايف دي طبعا كل ديت جلوميرولاي كل ديت جلوميرولاي. تقول لي يا دكتور هي دي جلوميرولاي؟ انا مقتنع. عامله زي القرنبيطه كده ولونها طبعا غامق شويه اغمق من اللي حواليها وجوه بومنز سبيس. بس يا دكتور بصراحه كده انا شايف ان الجلوميرولاي ديت فيها اتروفي. بص بقى هي ملاحظه سليمه ان انت حسيت فعلا بالسنس بتاعك ومن الشرايح الكتير اللي انت شفتها ومن الحاجات اللي انت اتعلمتها ومن السامبلز اللي احنا شفناها مع بعض وتعلمناها واللقطات اللي شفناها قبل كده انت حاسس ان دي فعلا حجمها اصغر من النورمال يعني ما كان المفروض انها تبقى اكبر من كده. كلامك مظبوط بس ده على فكره مش اتروفي. ليه؟ لان انت شرايح النيفروبلاستوما دي بتتاخد من طفل صغير ده سرطان يا جماعه بيحصل في الاطفال مش في الناس الكبار وبالتالي طبيعي جدا ان انت تلاقي ان الجلوميرولاي بتبقى حجمها صغير لان ده طفل صغير وبالتالي ده النورمال سايز اوف جلوميرولاي ان كيس اوف نيفروبلاستوما. يبقى دايما حجم الجلوميرولاي اصغر من الحجم اللي حضرتك متعود عليه. الجلوميرولاي الكبيره بتاعتنا المجعلصه الضخمه الكتل كرومب المحترم اللي عندنا ده مش موجود عند الاطفال الصغيرة. الاطفال الصغيرة بتلاقي دايما الجلوميرولاي صغير. فدي نقطة تاخد بالك منها يعني ده برضو مش كرونيك انفلاميشن ولا حاجة ومش كرونيك جلوميرولايتس لا لا ده نورمال جلوميرولاي صفر صغير ومنقطة خالص اي فيها نقط 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 يعني هي نورمال فيها النيوكلاي بتاعتها موجودة وما فيهاش لا اتروفي ولا هايلاين ولا فايبروسس. خلاص يبقى اذا دي نورمال كدني طبعا اللي حواليها ده كل الفراغات اللي حواليها دي تيوبيولز كل دي تيوبيولز يبقى في دي نورمال كيدني. وطبعا قلنا قاعده اساسيه لما نلاقي نورمال كيدني ونتحرك جنبها نلاقي جنبها يبقى اكيد في مصيبه جنبها. طالما جالنا في الامتحان نورمال كيدني اتحرك في الشريحه يبقى اكيد في جنبها مصيبه. بصوا يا جماعه ايه بقى اللي احنا شايفينه ده؟ هتقول لي يا دكتور معلش حضرتك غلطت في الشريحه غلطه مطبعيه احنا اسفين احنا جبنا الرينال سيل كارسينوما بدل النيفروبلاستوما لان زي ما حضرتك شايف كده ديت عباره عن خلايا بيضه صغيره هو ده اللي بيدور في دماغك طبعا دلوقتي ودي رينال سيل كارسينوما معلش يا دكتور تعيش وتاخد غيرها غلطت في الشريحه هتضطر تعيد التسجيل تاني. لا انا ما غلطتش في الشريحه ودي غلطه على فكره فيري 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 كومن انها بتحصل في امتحان العمل. المنظر اللي حضرتك شايفه ده بالظبط كانك بتتفرج على رينال سيل كارسينوما سمول ووايت او بيل سيلز المنظر ده. فتيجي حضرتك تشوف في شريحه الكدني الجلوميرولاي السليمه في ناحيه
كدني سليمه، والدكتور قال ان احنا ما نشوف كدني سليمه اكيد جنبها مصيبه. اتحركنا لقينا المصيبه على طول اهو، خلايا بيضاء صغيره رينا سيل كارسينوما، هوب اكتب في الامتحان تشخيص رينا سيل كارسينوما، تطلع حضرتك واخد صفر في الشريحه ديت. انا بس ليا طلب ورجاء دايما بكرره يا جماعه، يا ريت ما نستعجلش في الدايجنوزز في حالات الكدني او في اي شريحه باثولوجي. لازم اتفرج على الشريحه كويس تحت الميكروسكوب واتعرف على كل الملامح، حتى لو انا حاسس ان انا شخصت صح مفيش مشكله، اتحرك برضو في الشريحه شويه. طيب نتحرك في الشريحه ديت، نرجع نلاقي ان بدا يظهر عندنا تيوبيولز تاني. ما هو كلام بقى مش منطقي، يعني انا كنت في حته فيها جلوميرولاي، مشيت شويه يمين لقيت فيه رينال سيل كارسينوما، مشيت شويه يمين لقيت فيه تيوبيولز. ايه اللي حشر الجلوميريول، ايه اللي حشر الرينال سيل كارسينوما في النص ما بين الجلوميرولاي والتيوبيول؟ في حاجه مش مظبوطه، في حاجه مش لوجيك في الموضوع. طب نكمل برضو حركه في الشريحه، طبعا كل دي تيوبيولز بتاع الطفل صغير. هنا بقى لما جمعنا اتحركنا في الشريحه بدانا نلاقي ان في عندنا كتل لونها ازرق كويس. كتل الزرقاء ديت مكونه من خلايا صغيره خالص اللي هي البلاستيمال سيلز، بدات تعمل ماسز اوف مالجنان سيلز. الماس اللي احنا شايفينها ديت طبعا الريجولر، مش واضح فيها اي جلوميرولار ستراكشر ولا تيوبولار ستراكشر. القصه كلها عباره عن خلايا زرقاء صغيره بلاستيمال سيلز عملت لي السرطان. حضرتك هتشوف المنظر ده في الامتحان تقول اه مش مشكله، دي غلطه ارتفاكت وساخه في الشريحه، الشريحه كده كده رينال سيل كارسينوما كانت واضحه، وبرده تصر على ان رينال سيل كارسينوما. لا حبيبي، لما تشوف المنظر ده، ده منظر النفروبلاستوما، ده منظر النفروبلاستوما، هي ديت الخلايا المالجنت اللي احنا بنتكلم عليها. تقول لي يا دكتور طب ورينا سيل كارسينوما اللي شفناها من شويه، هقول لك لا دي ما كانتش رينا سيل كارسينوما، انا هرجع لها تاني بس بعد ما نشوف الفيتشرز اوف نيفروبلاستوما. زي ما احنا شايفين يا جماعه التيومر طبعا عامل انفيجن للكدني، وطبعا الريجولار ماسز متجمعين شويه خلايا متجمعين في مناطق لوحدهم، ادي هنا برضو شويه خلايا زرقاء صغيره، هنا هنا شويه لوحدهم شويه لوحدهم، هنا شويه لوحدهم كتل. لو تلاحظ في عندك برضو هنا مجموعه لونها ازرق غامق شويه. عايزين نكبر على الخلايا ديت ونشوفها. بص يا جماعه لما تيجي تكبر تبص كده بالهاي باور، تبص مع بعض كده بالهاي باور على الخلايا ديت. بص هنا اهو، هنا لما نيجي نشوف هنا المنظر ده كده، شايفين يا جماعه دي سمول بلو سيلز، كل دي سمول بلو سيلز. ولو تلاحظ كده في زي سبايني بروسيسز كده، في شوك نتوءات طالعه كويس، معناها ان دي مش خلايا راوندد، ما هياش ليمفوسايتس، خلاص في حاجات طالعه، في سبايكس او سبايني بروسيسز طالعه من الماسز اللي موجوده، معناها ان الخلايا ديت فيها سبيندل سيلز. ده ما بيحصلش في الليمفوسايت، عشان ما تقولش ان ده كرونيك انفلاميشن او تتلخبط مع كرونيك انفلاميشن، لا دي عباره عن سمول بلاستيمال سيلز، دي سمول بلاستيمال سيلز. ايه شفناها بالهاي باور. طبعا انا عايز اقول لك حاجه طبعا ليك انت يعني مش للامتحان، المنطقه ديت فيها ابنورمال ميتوزس. عرفت ازاي يا دكتور؟ شايفين المناطق الغامقه دي، النيوكلاي الغامقه اللي هنا دي، ودي 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 وديت اهي، ودي 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 وديت ودي، كل دول يا جماعه كل دول خلايا حاصل فيهم ابنورمال ميتوتيك فيجرز، كل دي ابنورمال خلايا مايتوزس. خلايا مايتوزس بتلاقي عندك النيوكلاي بتبقى غامقه وتبدا تاخد شكل مختلف، تبقى طويله شويه او تبقى ليها اكتر من سن 2 3، خلاص كل ديت خلايا مؤمه. طبعا التيومر ده زي ما احنا عارفين اجريسيف تيومر وبيحصل فيه فريكوينت مايتوزس، ده شكل الايه النفروبلاستوما. نرجع بقى للمنظر اللي احنا كنا متلخبطين فيه من شويه وقلنا ان هي رينال سيل كارسينوما. نرجع يا جماعه تاني للمنظر اللي احنا شفناه. بصوا يا جماعه المنظر اللي انتوا شايفينه ده اللي انتوا قلتوا عليه رينال سيل كارسينوما، او بعضكم قال مش كلكم، المنظر اللي احنا شايفينه ده دي برضه يا جماعه تيوبيولز، دي تيوبيولز بتاعت كدني، دي تيوبيولز في الكدني، ما هياش خلايا. بس طبعا لان احنا قلنا النفروبلاستوما بتحصل في طفل صغير، وبالتالي التيوبيولز اللي موجوده، ما هو زي ما الجلوميرولاي كان حجمها صغير، التيوبيولز برضو حجمها صغير، تيوبيولز صغيره جدا، لان ده بيبي يا جماعه، طفل نونو صغير حصل فيه سرطان، ربنا يعافينا ويعافي اولادنا، ده طفل صغير، وبالتالي التيوبيولز حجمها صغير فبتبان للنظره الاولى كانها خلايا بيضه صغيره. تيك كير تيك كير، بحذر تاني من الغلطه الكومون ديت، ان انت تشوف التيوبيولز الصغيره بتاعه النفروبلاستوما تتخيل انها خلايا بيضه صغيره رينال سيل كارسينوما. يبقى اذا انت عرفت ان النفروبلاستوما بتحصل في اطفال صغيرين، لما انت تبقى مذاكر نظري كويس تبقى فاهم الفيتشرز اللي موجوده عندك. ولو جينا نكبر عليها يا جماعه اهيت
تيوبيولز اهي، ادي نيوكليوس 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 نيوكليوس، خلاص اكتر من نيوكليوس اهي. يعني لما تيجي تبص على ادي واحده اهي، واحده اهي، واحده اهي، واحده اهي، واحده اهي، مفيش خليه ليها خمسه نيوكليوس في الاطراف، لا دي تيوبيول، ادي واحده اهي نيوكليوس اهي نيوكليوس نيوكليوس نيوكليوس، اذا دي تيوبيول يا جماعه، دي تيوبيول خلاص، ما هياش خلايا. طبعا الكلام ده انا شفته بالهاي باور وعرفت بالهاي باور انها تيوبيول، انما ممكن لو ببص باللو باور زيكم ومستعجل زيكم زي ما انتم مستعجلين ممكن اتخم زي ما اي حد فيكم ممكن يتخم فيها ويقول انها باللو باور ممكن تكون شكل الخلايا. انا كبرت بالهاي باور عرفت انها تيوبيول لان انا لقيت مالتيبل نيوكلياي في البريفري بتاعها، اذا دي عمرها ما تبقى خلايا بتاعت رينال سيل كارسينوما، ديت تيوبيولز في طفل صغير في شريحه النفروبلاستوما. ناخد بالنا يا جماعه من الاخطاء ديت. يا جماعه على فكره معظم غلطات الباثولوجي للاسف ما هياش ساينتفك، للاسف للاسف ده اللي بيزعلني، غلطات مش علميه، غلطات يعني حاجات كده يعني تزعل، غلطات تزعل، فخدوا بالكم من الاخطاء دي، اخطاء شائعه بتحصل لطلبه كتير، فخدوا بالكم من المشكله دي. نشوف شريحه تانية مع بعض برضو، نفروبلاستوما دي نفروبلاستوما برضو خلايا لونها بنفسجي هنا اهوت او زرقاء، سبيندل سيلز بعاد عن بعض شويه فمفيش كوندنسيشن، فواضح المورفولوجي بتاع الخلايا يمكن هنا واضح شويه، ادي في مجموعه خلايا اهيت زرقاء صغيره اهي كويس، دي برضو دي خلايا كلها، كل دي خلايا مالجنت اهيت بلاستيمال سيلز، دي كلها بلاستيمال سيلز اهيت، شايفين كتل كبيره جدا وفي حواليها فايبرس تيشو، هنا برضو دي بلاستيمال سيلز، طبعا واضح انها مش ليمفوسايت خالص، واضح انها مش ليمفوسايت، خلايا سبيندل سيلز كويس، في طويله طوليه فيها سبايك سبايكس كده اهوت، سنون طالعه كويس، وبالتالي ما هياش نقط نقط نقط، لا دي فيها خلايا سبندل، ديت شريحه برضو نفرو بلاستوما. يبقى اذا شفنا النفرو بلاستوما، نلخص الكلام اللي قلناه تاني، النفرو بلاستوما يا جماعه بنشوف ماس اوف مالجنت سيلز بلاستيمال سيلز لونها ازرق او بنفسجي، بتبقى بيزوفيليك خلايا زرقاء صغيره، في بعض الحالات ممكن تكون تيوبيولز زي اللي احنا شفناها في الاول ابورتيف تيوبيولز، خلايا كلها زي ما انتم شايفين سبندل اهيت، خلاص والشريحه بيبقى فيها جزء نورمال كدني، وناخد بالنا ان ده سرطان في الاطفال، فالنورمال كدني بيبقى الجلوميرولاي فيها صغيره والتيوبيول فيها صغيره، فما نغلطش ونقول على التيوبيول الصغيره انها رينال سيل كارسينوما، ناخد بالنا من النقطه دي. يبقى اذا ده نيفروبلاستوما جزء نورمال كيدني وجزء بلاستيمال سيلز، هي دي البلاستيمال سيلز ودي شريحه النيفروبلاستوما.